تمام، يعطيكم العافية. بهذا المثال اللي هو halfway rectifier with R source load uncontrolled، طبعاً رجعنا على uncontrolled. هذا المثال ليش أنا بهمني؟ ليش بهمني؟ إنه له applications كثير مهمات، وحتى لو ممكن ما أخذنا هذا المثال، ما أخذنا إنه في DC source مع load، صح؟ ما أخذنا إشي زي هيك. بس يعني بما إنه ما في DC source مع load، هل هذا إشي يخليه إشي صعب، معادلاته صعبة؟ لا، هذا الإشي بيخليه إنه ممكن يجي R مع DC source، إنه كثير ما بيحتاج غير تعرف حدود التكامل. خلينا نفكر فيها زي هيك، بس يعني خلينا نرسمها زي هيك. هذا انا بدي ارسمون احسن يعني. هاي الفي انبوت، اوكي، وعندي الدايود، وعندي الار لود، وعندي الفي دي سي، اوكي. هاي الاي اوتبوت، الاي اوتبوت طبعا، وهاي الفي اوتبوت. فرضا في البداية كان اوف، بالبداية كان اوف، في البداية كان اوف. كم الاوتبوت؟ كانت اوف الدارة يعني مش شغالة. شو كم الاوتبوت؟ اول اشي شو يعني اوف؟ تيار صفر، فيش فولتج دروب على الار، فار ايش؟ فيش فيها في ار، فيش في ار، فصفر الفي ار، تمام؟ هاي الفي ار. طب الفي دي سي لها دخل بانه في تيار ولا فيش؟ لا، دائما في فولتية الفي دي سي، فالفي اوتبوت بس يكون اوف، كم بيكون؟ في دي سي. كم بيكون؟ في دي سي. طيب بما انه بس يكون اوف في دي سي، فهاي قيمتها كم؟ بس يكون اوف هاي في دي سي، بس يكون اوف هاي بالاوف الاوتبوت فولتج كم؟ في دي سي. كم بحتاج انبوت عشان اشغل الدايود؟ هل الصفر بتشغله؟ نشوف. زمان ايام ما كان فيش في دي سي، كم البي اوتبوت كانت تكون؟ صفر، لانه فيش فولت في دي سي، في كان ريزيستيف لود او ريزيستنس وشو اندكتنس. هذول مالهم؟ ايش مالهم هذول؟ ما مر فيهم تيار، كم الفولتية عليهم؟ صفر، بما انه فيش تيار فيش فولتية، لكن هذا مالوش دخل، هذا فيه فولتية في دي سي، فهون في كم تكون فولتية في دي سي اذا كان اوف. طيب بما انه اوف، احنا بلشنا انه اوف، كأنه كم بحتاج عشان اشغله؟ الصفر حتشغله، هاي فولتية الصفر وهاي في دي سي، في دي سي يعني 5 فولت، صفر وخمسة، هل هاي فولتية موجبة؟ لا، ما حيشتغل، ما حيشتغل، بس تكون هاي الفولتية أعلى أو يساوي لفي دي سي، أعلى أو يساوي في دي سي، صح؟ صح ولا لا؟ ليش؟ لو كان في دي سي خمسة فولت، هاي صارت 5.1 مثلا وهاي 5، حيشتغل؟ آه حيشتغل، تمام؟ لازم تكون إيش؟ أعلى من في دي سي. فالفي دي سي لازم أول شيء أعمل لها سكتش. فأنا بدي أعمل سكتش للفي دي سي. يلا. بهاي الحالة وين بيشتغل الدايود؟ شو يعني بيشتغل الدايود؟ يعني في تيار، وين في تيار؟ هاي النقطة وهاي النقطة، صح؟ هاي الانبوت، مش هاي الانبوت؟ لازم تكون الانبوت، لازم تكون أعلى من الفي دي سي، فهاي النقطة الدي اون، دي اون، هاي النقطة الدي بكون اون، شايفينها؟ وباقي النقاط هاي كلياتها ايش؟ اوف، ففيش تيار. فخلينا نرسم التيار بس، هون صفر هون صفر. طيب هون شو التيار؟ ريزيستيف لود بتصير، فرضا انه اشتغل، اعتبروه اشتغل، اعتبروه اشتغل، شو يعني اشتغل؟ شورت سيركت. كم الفولتي تيار الار؟ سيركت 1 ناقص في دي سي على مقاوم، شايل اي، فالاي مالها؟ هل شكلها غريب ولا ساينوسويدال؟ هل معها اندكتر بخرب على الشكل؟ لا، شكلها زي مين؟ زي الفي ان. فلو دفرط هاي شوي على الخفيف، في ان على ار ناقص في دي سي على ار، صح؟ الفي ان شو مالها؟ ساينوسويدال. الساينوسويدال هاي
الساينوسويدال هاي متى بتخلص؟ متى بتخلص؟ كلمة ساينوسويدال شو أنا قصدي؟ بس أنا حكيت ساينوسويدال مش يعني معناها إنه مش مشوهة، مش مشوهة، تمام؟ بهاي اللحظة هون بتكون زي كأنها ساينوسويدال، زي كأنها ساينوسويدال، أوكي؟ مش مشوهة يعني، أوكي؟ طيب ف خلينا نرسمها، فبطلع هيك. متى بتنتهي؟ عند هاي النقطة. طيب أنت بتحكي إنها بتنتهي عند هاي النقطة، هاي النقطة وهاي النقطة إيش بنسميها؟ أنا بحكي سؤال يعني، لو هاي النقطة 8 فولت هاي كم بدها تكون؟ بدها تكون 7 فولت؟ لا، هو الـ VDC ثابت، فهاي 8 فولت هاي 8 فولت، فالزاوية هون هو نفس هاي مماثلة يعني. إذا هاي مثلا هاي 30 هاي شو بدها تكون؟ 150 شاي باي فهاي شو بدها تكون؟ 30 150. لاحظوا كيف أنتوا فهمتوا علي؟ إذا هاي صفر شو هاي تكون؟ 180. إذا هاي 60 هاي تقرب، أوكي؟ متماثلة يعني. إذا هاي نسميها ألفا هاي شو بدها تكون؟ باي ناقص ألفا، أوكي؟ أنا هون مسميها ألفا مينيموم ماكسيموم، ألفا مينيموم ماكسيموم، بس نسميها زي ما أنا حطيت أحسن، ألفا وباي ناقص ألفا. يعني إذا هاي مثلا 30 هاي كم؟ 180 ناقص 30 150. اوكي هاي الاي اوت لقينا، نكتبهم بس لاني انا ما نسيت. هاي الفي دي سي وهاي الفي ام بوت رسمنا. طيب ايش ضل علينا نرسم؟ اهم اشي اللي هو الفي اوت بوت. طيب نرسم الفي اوت بوت، بس لا هون في تريك بالموضوع، ليش بدي اركز عليه اذا مش منتبهين؟ هاي الفي اوت بوت بس يشتغل، كم الفي اوت بوت حيكون بس يشتغل الدايود؟ هاي الفي اوت بوت ونفس الانبوت، فبس يشتغل صح؟ بس يشتغل الاوتبوت هو نفسه الانبوت. طب بس يطفي متعودين الاوتبوت شو بصير؟ زيرو صح؟ لا غلط، مش زيرو هون. ليش؟ الفي اوتبوت بس يطفي شو هو؟ كان زمان في ار زائد في ال، في ار صفر، طب في ال صفر، فخلص في اوتبوت زيرو. هون لا، في عندي في دي سي، فبس تطفي الداره الدايود يطفي، شو بدها تصير الاوتبوت؟ بس الفي دي سي، فبدها تكون في اوتبوت شايفين هيها كانت نفسها الانبوت بس يطفي، شو بدها تصير؟ نفسها الفي دي سي، نفسها ايش؟ الفي دي سي. ايش معنى هالحكي؟ ايش انت شو بتحكي هون؟ شو قصدك؟ انا قصدي شغله واحده بس، انه انا بس اكامل الفي اوتبوت، بس اعمل انتجريشن، ما تعمل لي انتجريشن من هون لهون. بس زمان ليش كنا نعمل مثلا من 30 ل 150 بس، او من الفا لبيتا؟ لانه باقي الوقت في اوتبوت صفر، هون في اوتبوت مش صفر، الفي اوتبوت مش صفر، فبس اعمل انتجريشن شو بدي اكامل من 30 ل 150 معادله الفي اوتبوت. طب شو معادله الفي اوتبوت؟ نفس الفي انبوت. طب هون شو معادله الفي اوتبوت؟ نفس الفي دي سي، هي كونستنت 5 فولت 6 فولت 7 فولت. اوكي اذا نطلع الرسمه بشكل احسن، هيها انا كتبت هون في دي، هاي رسمه الفولتيه تبعت الدايود، يعني تقدر تتبعها لحالك، بس انه فولتيه الدايود بس يكون شغال وتكون شورت سيركت، بس تكون طافي بكون هي نفس الانبوت صح، او سوري مش نفس الانبوت. شايفين هون في غلط بالرسمه كمان صح؟ ما بتكون نفس الانبوت الفي دي، شو بتكون اذا يعني نرسم الفي دي صح؟ فولتية الدايود اللي هي الفي دي اصلا مستحيل تكون موجبه، فهي اشطبها، خلينا نشطبها. فولتية الدايود مستحيل موجبه، شو بتكون فولتية الدي؟ انا حاطها غلط مثلا، ايش الصحيح؟ الصحيح انه هي في انبوت ناقص في اوتبوت، الفي اوتبوت بس يكون طافي هو دي سي، في دي سي، فالفي انبوت مش حتطلع زي هيك، الفي انبوت مش الفي دي مش حتطلع، هاي غلط تمام. اوكي كيف بدها تطلع؟ بس اطرح الانبوت ناقص الفي اوتبوت بس. صعبة؟ لا مش صعبة، هاي الفي انبوت هون وهاي الفي اوتبوت، اطرحهم من بعض بيطلع معك الفي دي. هاي الرسمة غلط لأن رسمها بس هسه نشطب عليها، يعني نشطب عليها. اوكي هاي من الفي دي. اوكي
هاي الاي اوتبوت وهاي الفي ار. حكينا الفي ار نفس شكل الاي اوتبوت دائما يعني، وهاي الفي اوتبوت وكله امورنا تمام. هلا انا بدي اطلع هاي الالفا، هاي الالفا انا ما بعرفها، هي مش فايرنج انجل انا بعطيها للديود، مش ديود هذا، ديود هذا مش ثيرستور صح. اوكي كيف بدي اطلعها؟ هي اللحظه، هي اللحظه اللي فيها الفي دي سي تساوي ايش الانبوت، مش هي نفس اللحظه اللي بكون الفي دي سي تساوي الانبوت، هاي الانبوت وهي الفي دي سي. فايش بتساوي هاي؟ at which vn equal vdc، vdc equal vm sin alpha تمام، vm sin alpha ما هي omega t equal alpha بهاي اللحظة صح، omega t equal alpha sin omega t، omega t equal alpha بطلع الالفا اللي هي sin inverse vdc على vm، هو قانون بتعوضه. طيب هلا انا بدي اطلع زاويتين، بطلع الفا، بطلع الفا انا مسميه الفا مينيمم ماكسيمم مش باي ناقص الفا، المهم يعني طلعت معي اقل من باي على 2، هاي باي على 2 اقل من باي على 2 هي الفا مينيمم او هي الفا، طلعت معي اكثر من باي على 2 هي ايش باي ناقص الفا، باي ناقص الفا هذا باقي حكي يعني مش مهم. سميتها هون رجعت سميتها ايش الفا سكواليت الفا مينيمم الفا، تسمي الالفا مينيمم الفا، فالفا ماكسيمم او باي ناقص الفا مينيمم وسميتها الفا وهي سميتها باي ناقص الفا وخلص. اوكي هلا انا بس اكامل في اوتبوت حكيتها خلص يعني مش راح اعيدها كثير، بدي اكامل 1 على 2 باي تكامل من الفا مينيمم، او بدي احكي الفا مينيمم الثاني من الفا باي ناقص الفا، من الفا لباي ناقص الفا اللي هي هاي من الفا مينيمم لالفا ماكس، الفا باي ناقص الفا لانها كم بتكون بهاي اللحظه في اوتبوت ايكوال في انبوت. طيب كم معادلتها؟ هي معادلتها في ام ساين اوميجا تي زائد تكامل من باي ناقص الفا لوين؟ لالفا، او الفا بلس 2 باي، مش انا بنط على البيريود الثاني اللي هي هون مثلا يعني نعتبره هون، هاي البدايه وهاي النهايه، هاي شو باي ناقص الفا، هاي اللي هي هاي بس مكرره، فايش الفا بلس 2 باي، الفا بلس 2 باي، فبكمل من باي ناقص الفا لوين؟ الفا بلس 2 باي. هالمره شو الاوتبوت؟ في دي سي، الفي دي سي. اوكي مهم كثير هذا الموضوع يعني. اوكي طيب بس اكامل يعني وبعمل كل التكاملات بطلع معي قوانين يعني بتقدروا تحفظوها بالهاي الدار خصوصا او تكاملوها يعني مش صعب التكامل، بطلع معي الفي اوتبوت افريج في ام على باي كوساين الفا زائد في دي سي الفا على باي بلس 1 على 2. الفي ار ام اس حكينا نفس الاشي بس في تربيع، تنسوش التربيع، الفا لباي ناقص الفا وباي ناقص الفا لالفا بلس 2 باي، فيش قانون الها الار ام اس. طيب الاي خلينا نطلع الاي، الاي افريج شو هي؟ من 1 على 2 باي من حدود التكامل، متى بكون التيار مش صفر؟ متى بكون الفولت مش صفر؟ هاي سؤال، هاي التيار بكون شغال من الفا مينيمم لالفا ماكس او الفا لالفا لباي ناقص الفا صح؟ بس هاي التكامل. وكم بتكون معادلة التيار هون؟ بكون شغال، مش بكون شغال. طيب تكون شغال هاي الفي انبوت بكون شغال يعني شورت سيركت، هاي الفي دي سي، هاي الفي دي سي، وهاي ايش التيار هاي اوتبوت، هاي اوتبوت شو بتساوي؟ الفي انبوت ناقص الفي دي سي على ار، مش هيك صعب؟ لا هاي الاوتبوت. وبدي اكمل هاي الاي اوتبوت من وين؟ من الفا لوين؟ لباي ناقص الفا. بسيط ما في شيء، ما في شيء، هاي لا افريج. طبعا الارمس نفسه الاشي بس في تربيع، هاي الارمس نفسه بس في تربيع، هاي تكامل من الفا لباي ناقص الفا في ان ناقص في دي سي على ار دي اوميجا تي. اوكي انا بعدين تكاملت وقعدت اكامل وطلع معي برضو قانون يعني الاي ارمس بتقدر تكاملها على الاله الحاسبه يعني مش ضروري تكامل دائما انا بعمل. اوكي في نقطه مهمه، في نقطه مهمه تذكروا بالمثال اللي حليته انا كنت اطلع الباور، كيف كنت اطلع الباور؟ كنت احكي كلمه باور يعني ار ام اس، باور يعني ار ام اس، باور يعني ار ام اس. طيب اللود تبعي هالمره شو اللود تبعي؟ بطاريه. كيف يعني بطاريه؟ في دي سي، شو يعني في دي سي؟ شاحن تليفون،
شاحن تليفونك، شاحن تليفونك بطارية مش مو بطارية، فأنت قاعد بتشحن البطارية، بيستهلك باور؟ آه بيستهلك، ما 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 بيعطي باور. أنت حاليا بتشحن التليفون بإيش؟ في إنبوت، هذا الفي إنبوت بيشحن إيش التليفون، هو الفي دي سي تبعك صح؟ بما أنه بيشحن التليفون الفي دي سي تبعك، فحاليا الفي دي سي ماله بيستهلك باور مش بنتج، بس تشيله من الشاحن وتحطه تستخدمه بست إيش بيعطي باور، بكون بصير بيعطي باور مش بيستهلك. فهاي الحالة شو بكون؟ بيستهلك باور. طيب بدي أطلع الباور تبعته، ما هو لود بهاي الحالة، لود مش سورس، لود هو في دي سي لكن ماله لود تمام. فشو قانونه؟ مش ار ام اس، افريج. شو قانونه؟ اي اوتبوت افريج او التيار المار فيه اللي هو اي اوتبوت ضرب ايش فولتيتو الفي دي سي. ما بستخدم ار ام اس في الفولت سورس، ما بستخدم ار ام اس، مهمه كثير. بالار ام اس شو للكرنت للريزيستنس ار ام اس سكويرد ار، او في ار ار ام اس سكويرد على ار، او ار ام اس سكويرد ضرب ار. بس بالفي دي سي الفولت سورس لا، اي اوتبوت افريج ضرب في دي سي، هاي الباور تبعته تمام. اي اوتبوت افريج، افريج مش ار ام اس اوكي. وليش اعتبرنا لود؟ ليش اعتبرنا لود؟ لانه عباره عن شاحن تليفون، انت قاعد تشحن التليفون. هاي الداره، هاي الشاحن، هاي الداره، هاي شاحن انت قاعد تشحن، بتشحن بطاريه التليفون حاليا. هي ايش؟ بتسحب الباور، بتستهلك باور، بعدين فصلته بدك تشبكه على شيء ثاني بتصير ايش؟ تعطي باور، تعطي باور اوكي. بس هي بدي احكي عن شغله، يعني هي ما اتوقع، مش عارف اذا داخله ولا لا، بس هي يعني انترستينج، يعني انترستينج. اذا عندي هاف ويف ريكتيفاير وذ ار ال سورس لود، ار ال سورس لود، في ار ال وفي دي سي، ار ال وفي دي سي، ايش بدك تعمل؟ اول اشي، اول اشي شو بعمل ال، شو بعمل ال؟ انسوا انه في في دي سي، في دي سي وار، يعني احنا ما نعرف شو يعني في دي سي وار. شو يعني في دي سي وار لحالهم؟ شو يعني الفا والفا، ما الفا وباي ناقص الفا صح؟ لكن انا ضفت ال، اي ال انا حكيتها ايش هي؟ ال 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 ال، يعني ال ال ايش بيعمل؟ الاندكتر ايش بيعمل؟ بيعمل اكستنشن، مش بيعمل اكستنشن. فببساطة، بكل بساطة، نقطة البداية ما راح تختلف ألفا. مشان نقطة البداية ألفا، ليش؟ لأنه بدي أحتاج بي دي سي بي آر في ال صفر، لأنه فيش تيار، فبأهم بحتاج، بحتاج بي دي سي عشان يشتغل، فالبي آر توتيك حتكون. طيب هاي ألفا، وين المفروض تنتهي؟ هون اللي هي باي ناقص الفا. لكن احنا هم نعرف ال، الاندكتر ايش بيعمل؟ بيعمل اكستنشن، بيزيد المده وبيخلص عند شيء اسمه اكستنكشن انجل اللي هي البيتا. بس هاي خلصنا، هذا هو فكره المثال. فانا هسه بس بدي اكمل، بدي اكمل من الفا لبيتا اوكي، والاوتبوت ايش؟ من الفا لبيتا، ومن بيتا لالفا بلس 2 باي شو حتكون؟ في دي سي. الفا ل 2 بيتا بلس، بيتا لألفا بلس 2 باي بيطلع بكامل في دي سي، اللي هي اوتبوت ايكوال في دي سي. هاي النقطة شو بكون فيها؟ ألفا ايكوال ساين انفر الفي دي سي، نفس الفكرة نفس الاشي، بس الاشي الوحيد الاختلاف انه الاندكتر ايش بيعمل؟ بيعمل اكستنشن. بس لحظة، البيتا مش بالضرورة تكون هنا، بيتا مش بالضرورة تكون هون، يمكن تكون قبل بعد بالحدود، يعني مش مش ضرورة، مش بالضرورة تكون هنا. هاي هي بس نقطة يعني. معادلة التيار تبعته عن طريق ordinary differential equation هيك بتطلع معي، و اوكي هاي عن طريق ordinary differential equation يعني بتحفظها. طيب بدي اطلع انا بيتا، الفا بنعرفها، بيتا كيف بدي اطلعها؟ ولا ايه كيف بدي اطلعها؟ بنعرف الايه، ايه كيف بدك تطلعها؟ apply initial conditions، الانيشال كونديشن صفر بنعرفها صح، والبيتا متى التيار بصير صفر؟ اي اوميجا 2 ايكوال 0، بنطلع البيتا، بنطلع البيتا
then apply initial conditions to find A. شو هم الانيشال كونديشن؟ عند الالفا، عند الالفا التيار بكون يعني صفر، فمنطلع الانيشال كونديشن يعني بسيطة. اوكي هسه بدي احكي عن شغلة، وهذه يمكن مش داخل يعني ما بعرف صراحة، بس ممكن يعني ممكن يجي. هسه بدي احكي عن شغلة هي هي بس شغلة انه هذه الدارة فرضا لاحظوا انه في في اوتبوت سالب صح؟ الاوتبوت سالب، انا بديش اللود يوصل اوتبوت سالب، ايش بعمل؟ لو انا بدنجن هيك فجأة وحطيت لهاي الدارة برضو فري ويلينج دايود، شو بدي يعمل الفري ويلينج دايود؟ هيك خلينا نكون فاهمين يعني مش حافظين حفظ، ايش بيعمل؟ نفس الويف فورم، بس ايش الفرق؟ نفس الاشي عند الصفر ممنوع في اوتبوت صفر سالبة صح؟ اذا ضفت فري ويلينج دايود شو بدها تكمل؟ الفي اوتبوت تصير الفي اوتبوت لحظة الفي اوتبوت شو حتصير؟ صفر صح؟ ممنوع تصير سالبة. طب كيف بتصير صفر؟ لو حطيت فري ويلينج دايود هو بتصير هاي الفولتية نفسها الفولتية يعني شوي بس نوضحها ورق احسن، هي مش اشي صعب يعني هيك بتصير صح؟ واندكتر وهي الفي دي سي كم الفي اوتبوت اللي هي زيرو، فبتصير زيرو بهاي اللحظة، فبتكون هيك بعدين هيك، او هي اصلا بتبلش من ال بتقدر تحكي بلش يمكن بصفر، المهم بتكون صفر، بس انه فكرة الفري ويلينج دايود شو بيعمل؟ بخلي بمنع الفي اوتبوت زيرو، فانت بس تشوف فري ويلينج دايود في اي دارة يعني يمكن تشوفوا بدارات غريبة ثانية غير هيك، بس انه ايش؟ بس يكون في اوتبوت زيرو بمنع يكون زيرو، بمنع يكون زيرو. اوكي وهون شو بصير؟ في معادلة ثانية اللي هي اي يو سالب تي، شوي بغلب يعني الموضوع بغلب ومش مطلوب، بس يعني بنحكي احنا بحاول نفهم الموضوع. كمان شغلة نشوف ابليكيشن لهاي الدارة، احنا وين شفنا هاي الدارة؟ بالماشينز اخذنا انه انت متذكرين اخذنا انه عندي هنا دي سي سورس و ار اي وبرضو ال اي، بس كنا نعتبرها بالدي سي ايش شورت سير يعني ننساها. هون عندنا شو الموتور دي سي موتور، مش كان هذا اي بي؟ شو الدي سي هاي؟ هذا عبارة عن دي سي صح؟ كان يطلعنا مثلا 220 فولت مثلا صح؟ مش هاد كان الدي سي دي سي فيدباك باك اي ام اف، باك اي ام اف مش هاد كانت الباك اي ام اف؟ هذا عبارة عن في دي سي زي كأنه في دي سي، وهاي ار اي وال اي مش هيك؟ كنا نعتبر احنا بس شورت سيركت صح؟ طيب لاحظوا انا هذا ماله دي سي سورس، طب انا ما بدي اجيب بطارية، بدي اشبكها من مباشرة على الكهرباء، ايش انا بعمل؟ بجيب الفي انبوت بعدين بشبكه، كنت احكي على اي سي تو دي سي كونفرتر اللي هو الريكتيفاير، وشو احطه على الار اي وعلى ال اي وعلى ايش اي بي صح ولا لا؟ هذا الاي سي تو دي سي شو عملنا احنا؟ هو الدايود بس، شوفوا هذا الدايود، هذا الدايود هو الاي سي تو دي سي، هو اللي بيحول لي من اي سي لدي سي، فهاي الداره زي كأنها إيش؟ بس كأنها دي سي موتور، كأنها دي سي موتور. طيب كنا نحكي برضو إنه بدي سي موتور أنا ما بدي أخلي الفولتية ثابتة، بدي أغيرها باي باور إلكترونيكس. كنا نحكي نغيرها عن طريق شو؟ باور إلكترونيكس. طب شو الباور إلكترونيكس هاي اللي كنا نحكي عنها إنه نغيرها عن طريق الباور إلكترونيكس؟ كيف بدي أغيرها عن طريق الباور إلكترونيكس؟ ببساطة بحط بدل دايود شو ثايرستور. شو الثايرستور بيعمل؟ بيعمل كنترول لشو؟ الأوتبوت فولتج. مش بيعمل لها كنترول؟ فانا لو انه ثايرستور خلينا نسمي هاي مش الفا، بدي اسمي هاي
الفون، خلينا نسميها الفون. الفون هاي ايش؟ من الدارة نفسها. طب لو انا ضفت تيرستور اللي له الفا 2 اللي هي التريجرين تبعها وخليته يشتغل هون، مش حتختلف الويف فورم. خليته يشتغل هون الاوتبوت حيختلف. طب خليته يشتغل هون حيطلع نفسه ماكسيمم اوتبوت فولتج مثلا، فانا بقدر اتحكم بالاوتبوت فولتج حسب مكان الالفا 2 اللي هي تبعت الثايرستور. لو انا ضفت هون بدل دايود شو ثايرستور، بدل دايود ثايرستور. هذا كثير مهم الموضوع، يعني انا مش بحكي حكي فاضي، لا بحكي كلام يعني مهم بصراحه. فاحنا بنغير في دي سي كيف؟ عن طريق ثايرستور. بس اشوف هيك علامه، يمكن هاي معناها انه انا بغير عن طريق ثايرستور، مش ضروري يكون دي سي تو دي سي كونفرتر يعني. فبكون ريكتيفاير اي سي تو دي سي، بس ايش الكنترولد عن طريق ايش؟ ثايرستور. ثايرستور فهي عبارة عن موديل للدي سي موتور. وبس هيك، يعطيكم العافية.